اذا نبدا انا قبل ما تبدا انت دكتور كي قال لك انه الدواء ما يعرفش وقتاش يشربوا، لازم يعني اسهل حاجه يعني الانسان يديرها كي يكون عنده دواء يريقلي الرافي تاعو. والله جيت راح نقول لك والله مادام تنسى عليك ولا انك تريقلي الرافي تاعك شاك 8 وديروا تو لي جو يعني من حد للسبت يعني كل يوم حد اثنين ثلاثه الاربعاء خميس جمعه السبت فهذاك الوقت نبسو راه رايح يصوني وراك رايح تفكر دواك. كاين ميم دي زابليكاسيون سيغ تيليفون اكزاكتومون يعني اسهل حاجه بالك عنده تليفون حطبه كيما نقولوا حنايا دير رافاي ديالك فوالا شاك 8 احسب بالك يوميا تشرب دواك على 8 تاع الصباح ومن بعد ابخي 8 سوايع تزيد تشرب دواك هكذا وثاني حتى الدواء تاعك حتى الجسم تاعك راه رايح يوالف يعني في لي 24 غاني عندك نفس التوقيت اللي حتشوف فيه دواء تاعك ماذا افيك لو طون تاع وحدك راك رايح تتبع هذاك النمط وراك رايح تتاقلم معاه يعني. لانه المرض المزمن اهم مشكله فيه ولا اكبر مشكله فيه انه الانسان ماهوش يتابع سواء ما يتناولش الادويه تاعو بشكل منتظم وهذا هو الشيء اللي يجي كيما قبل كي كنا نحكيو على الفحوصات الدوريه يجي مرض مزمن كيما ديابيت باغ اكزومبل يجي يقول لك ما شربتش دواء عندي سمانه كيفاش ندير وي الفالي يشربوا اكزاكتومون دون فاسون كونتي شغل ما يقدرش يلعب في هذا الشيء ومن بعد كي يصراو له اضطرابات كيما راهو يقول يرتفع نسبه السكر بشكل مرعب عليك 4 غرامات 6 اكزاكتومون دونك في الحاله هذه دونك الفالي كيما قلتي انت يضبط المنبه تاعو كيما نقولوا اكزاكتومون اسهل حاجه على وقت باين هيه اون بليس يقدر ثاني يدي معاه شغل دي غوبا يعني هو قال لك انه يخدم في الصحراء ياك الوغ بالك فوالا يعني يوجدوا لهم هما الاكل وكاع ما كاش شكون يوجد له الاكل فهمتني نو اهم حاجه الدواء مادام قادر انه يكونترولي ويقدر انه يشرب الدواء ما لازمش يلعب ما لازمش يلعب للاسف داكور.